وبأول فقراتنا لليوم رح نروح نحكي عن موضوع بيعاني منه خلينا نقول نسبة كتير كبيرة من الأشخاص، ولكن بحالة نسبة الكبت. يعني خلينا نحكي إنه اليوم ضغوطات الحياة، الأحوال المعيشية الاقتصادية الاجتماعية هي متعبة للناس، واليوم الإنسان عم يتعب كتير ليقدر يأمن حاجياته. أيضا اليوم الإنسان عنده حلم، عنده هدف، كمان عم يتعب كرمال يحقق هذا الشيء. هدول المشاعر بيأثروا علينا وبيولدوا حالة من الكبت، غير الكبت اللي نحنا ممكن نكبر عليه من وقت الطفولة وما نشعر بهي الحالة لوقت ما نكبر يا ليلى. تماما يا رشا، واليوم التحولات الاجتماعية والاقتصادية جعلت الفرد رغم انفتاحه مع وسائل التواصل الاجتماعي إلا أنه جعلته فرد منعزل. اليوم يمكن نحنا بنمرق بكتير ظروف صعبة، يمكن هذا الشيء بيخلينا نكبت، يمكن ما في أشخاص أنه اليوم نحكي لهم الشيء اللي جواتنا، يمكن عم نشوف الأشخاص اللي حولنا كمان هنن عندهم نفس الضغوطات ونفس الشيء اللي عايشينه. هذا الشيء يمكن اللي عم بيخلينا نكبت ضغوطاتنا ونكبت مشاعرنا. يمكن اليوم هي المشاعر السلبية وقت اللي بدنا نكبتها تتحول لكثير من الآثار النفسية والجسدية علينا. اليوم أسئلة كثير رح تجيبنا عليها ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، الدكتورة الاستشارية الأسرية ومدربة تطوير الذات مريم حاج عثمان. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا بحضرتك. هي حالة عامة ولكن خلينا حالة نسبية، اليوم ما فينا نعمم النسب عند كل الأشخاص ولكن موجودة يعني طبعا. وخاصة بهي الظروف. بداية خلينا نعرف شو يعني الكبت، اليوم كيف قادر الإنسان يعرف أنه هو عنده هي الحالة؟ تمام. هلأ هي الكبت هي فكرة، يعني هي حالة خاصة للشعور الإنساني، بيصير انه بيتذكر ذكريات مؤلمه او ممكن يكون عنده مواقف مؤلمه، فشو بيعمل فيها؟ فبيبعدها، بيستبعدها عن الشعور، بيستبعدها عن الوعي، فبصير من منطقه الشعور للاشعور، بصير من منطقه الوعي للاوعي، مشان ما يحس بهالاحساس المؤلم او الاحساس المحلو تجاه هذا الموقف، تجاه هي الذكرى. فممكن يكون الكبت يكون اما مقصود او غير مقصود. غير مقصوده ممكن يكون من ايام الطفوله، او انا شفت مشهد بيكون مثلا عنيف او فيه اشياء ضد الانسانيه، خاصه ضد الانسانيه، فانا بصير عندي مثل صدمه. هي الصدمه بتولد لي شعور سلبي ومشاعر انا اذا ما طلعتها ممكن تعمل لي مشاكل فيما بعد لانه كبتت. اما ممكن تكون مشاعر المكبوته اني انا بارادتي كبتها، ممكن ذكر ذكريات مؤلمه، مواقف مؤلمه، كلمه مؤلمه يعني كانت مفصل بحياتي او عملت لي نقطه تحول بحياتي، ممكن التنمر او اي شيء انا بحياتي مرقت، فانا بعمل اني انا بتجاهلها وبتغافل عنها او بنساها. فعندي احد امرين، اما الكبت حيكون لاوعي ما بعرف انه عندي هالمشاعر وهي كبتت، او بكون عندي اياها وانا بلشت اني انا اتغافل عنها او اتجاهلها. وبكل الحالتين هي الاسباب او الظروف اللي عم بيمرق فيها الشخص او النتائج اللي عم بيمرق فيها هي وحده. طيب ذكرتي حضرتك معظم الاسباب اليوم اللي بتؤدي للكبت، اول شيء خلينا نحكي عن الاشياء عنا اليوم اللي او الحالات اللي عم تمرق فيها، الحالات اللي عم بتشوفيها انه هدول الاشياء اسباب اللي فعلا عم بتؤدي لهي المشاعر. تمام. هلا الفكره اللي نحن بنشوفها دائما في مؤشرات لانه انا اعرف انه في عندي كبت ولا لا، في كبت مشاعر سلبيه ولا لا، مثل ما قلت لك ممكن بعرف انه انا تغافلت عنها او لا، في هيك مثل عوامل بسيطه اني انا مثلا من اي شيء صغير رحت تعصبت وفرت وغضبت انا لازم اعمل ستوب. انا لازم اعمل ستوب لانه هذا التصرف اللي صار قدامي ما بيستدعي كل هالعصبيه وكل هالرده الفعل وكل هالعنف هذا اللي نحن عم نعمله، كان صراخ او كان غضب او كان تفريغ اني انا ليش هيك عملته وليش هيك ساويته. فموضوع بسيط، تفصيله بسيطه، مثلا حدا كسر علي بالسياره، او حدا مثلا دفشني بدون ما انا بدون ما اشعر او هو ينتبه، هدول الامور بسيطه. انا بقول لها القشره التي قصبت ظهر البعير، يعني انا واصله معي لتمام واجت شغله صغيره خلتني انا فرغ او انفجر بمشاعري. ممكن تكون هي الموضوع، ممكن يكون عندي الاضطرابات النوم والاكل، فانا لما بصير عندي هالاضطرابات النوم والاكل، يعني انا مثلا ما بنام منيح او انا بنام ولكن بصحى فجاه بنص الليل ما بعرف ليش، لاني انا دائما عندي تفكير زايد. تمام، تفكير الزايد. ممكن يكون عندي اضطرابات الاكل، فجاه بتلاقيني عم باكل، هذا نحن بنقول له الجوع العاطفي، انه انا بفشش بالاكل فبيطبطب علي الاكل فتلاقيني فاتحه البراد ونازله اكل، او العكس ممكن انا افقد شهيتي. فبكل الاحوال هدول بيجونا استشارات اللي انا ما عم باكل.
ماني عارفه ليش فجاه خسرت وزن، او فجاه سمنت كثير وعم باكل اكل مع اني لا عم باخذ ادويه ولا عم باخذ شيء. يعني انا شهيتي ايوه شهيتي مفتوحه لابعد حد، شو ما بدك باكل. هذا نحن بنقول له الجوع العاطفي، او مثل ما بقول لك الطبطبه العاطفيه هي بتفرغ بهذا هي المشاعر. فبيجينا هيك استشارات، او بتجي الام، امهات اكثر شيء الامهات، بتلاقيها مليون شغله وشغله عم تعمل. هي شو اللي بيصير؟ بصير عندي تداخل بالمهام، تداخل بالاعمال، فبصير عندي حتى انا ما بعرف ليش انا اليوم معصبه. يا ترى انا معصبه من اولادي، يا ترى انا معصبه لانه مثلا ما عندي اغراض طبختي مثلا، يا ترى معصبه لانه انا يعني قطاري عم يمرق وعمري عم يمرق، ولا هي بالاخير كلياتهم مجتمعين وانه انا مثلا كلمه حكاني اياها زوجي الصبح او تغيرت لي مودي كلياته، بس انا ما بعرف انه هي الكلمه غيرت لي حالي. فمرقت بمراحل انه صار عندي مهام كبيره واشغال كثيره، فصارت متداخله، ما عاد عرفت شو هو اللي عمل لي هالضغط هذا او الكبت المشاعر او خلق لي المشاعر السلبيه. اذا انا ما عرفت ومشيت بيومي وبلشت اعصب وخلص وراحت المشاعر، هي الكلمه اللي حكى لها اياها بيوم من الايام رح تكبر وتكبر وتكبر، تولد عندها اما امراض نفسيه او جسديه. فالمفروض اني انا لما بعرف حالي في عندي عوامل اني انا مارق فيها، عندي عوامل اني انا عندي مشاعر سلبيه بس انا ما بعرفها، جاهله، وهي اصعب الامور. اني انا عندي مشاعر اني انا مالي بالمود اليوم، مالي حاسس حالي مستقر، حاسس حالي مخبص، حاسس حالي متوتر، حاسس حالي معصب بس ما بعرف ليش. فالفكره اني ما بعرف ليش اني انا وقف ستوب وحلل الحاله. هلا نحن في حالتين، اما بنروح عند المختص اذا عندي اياها كثير واعاقت لي حياتي واعاقت لي مسيره اني انا عم بعمل المهام عندي، او اني انا وقف اذا ما معي حتى ظروف ماديه ما بتسمح لي اني اروح لاخصائي. ففي تكنيكات ممكن نحكي هلا فيها كيف ممكن انا اعرف اني عندي كبد وكيف اعالجها. طيب خلينا نعرف كيف اليوم نقدر نحن يعني نعرف انه هذا الشخص او نحن بشكل شخصي عندنا كبت. اليوم كل ما حدا مستثنى من هي الحاله، ولكن ما في حدا مثل ما قلنا بالنسب احيانا بتحسي انه في شخص مثل ما قلتي الموقف ما بيستاهل بيفجر عليك. صحيح. في شخص بتذكر شغله من 20 سنه بيرجع كفكره. صحيح. كفكره بترجع ذاكره بتستحضرها بيرجع بفوت بحاله جدا سيئه. يعني هل اليوم كل هدول الاعراض تحت مسمى الكبت؟ نعم، هي تحت مسمى الكبت. ممكن انا تجيني فكره فيتولد لي مشاعر الالم اللي انا كابتها من قبل، فيصير مودي كلياته مو ظابط وما لي عارفان شو بدي اعمل، ما لي عارفان كيف فرغ الم هالفكره اللي اجتني هلا. يعني مثلا انا قاعده مثلا بين رفقاتي، فجاه اجتني فكره انه انا فاشله، انا ما عم بانجز، رفقاتي عم بتطلع فيهم هيك كلهم انجز الا انا. فرجعت لي ذاكره كبيره ومشاعر كبيره اني انا ما عم بقدر غير قادر على الانجاز، او انا بيقولوا لي بالعيله اني انا مثلا افترضنا انه انا فاشل. هون انا بعرف اني انا هل ترى هي الكلمه او هذا الموقف هو اللي سبب لي هذا الشعور، ولا هي من اول موجوده. هلا انا لازم اقعد مع حالي مده 3 دقائق 4 دقائق لحتى استرجع انه يا هل ترى هذا الشعور اللي هلا انا حسيت انه انا مالي مظابط من وين تولد؟ من هاللحظه اللي انا قاعده معكم فيها، ولا هو اصلا من امبارح كان مثلا بموقف معين او بكلمه معينه ذكرني حدا فيها او بفكره انا تذكرتها. فانا بدي استرجع اللحظه اللي انا فيها، مودي تغير حتى لو كنت صامته. يعني مو ضروري يكون مثلا حدا مثلا حكى لي كلمه او صار قدامي موقف او حدا عمل سلوك معين او انا عملت سلوك معين معناته انه من هاللحظه هاي انا عندي هالمشاعر السلبيه. لا، انا ممكن وانا ساكت اجتني هالفكره، فانا بدي اعرف بالضبط امتى تولدت معي هالفكره اني انا بلشت احس حالي مالي متوازن ومالي بالمود. فبقعد مع حالي هيك مده 4-5 دقائق اعرف وين كنت بلحظه اني انا كنت مبسوطه او كنت مرتاحه، وفجاه اني انا بلشت احس حالي بعدم الارتياح. فبتحليل النفسيه تبعي وبتحليل المهام تبعي اللي انا عملتها بعرف وين النقطه بالضبط. طب هالنقطه هي ليه ضايقتني؟ هترجع معي، سبحان الله هترجع معي انه هالنقطه مرقت معي بموقف من المواقف. فانا هون باسترجاعي لمواقف ومشاعري السلبيه من امتى كانت انا هون بعالجها كشخص. اذا انا ما بدي اروح على مختص، كثير مهم اعرف امتى كان هذا المود تبعي بلش ما يزبط يتغير.
ففي لما بعرف هذا الشيء هون انا فتت للعلاج، اما انا باخذ خطوات بسيطه لحتى انا فرغ المشاعر مشان ما تعمل لي هالضغط القشره التي قسمت ظهر البعير، مثل ما حكى اي حدا حكاني كلمه روح انا انفجر بوشه او يصير في بركان الدم. في عالم بوجه بعض عم ينفجروا هالايام تماما ما بتعرفي ليش، هذا عرفي انه عنده كبت مشاعر سلبيه ان كان بايده او من غير وعي مارق فيها، فهو لازم تنصحيه انه معلش اقعد مع حالك خمس دقائق وعرف انت ليش عم تتصرف، فبس خمس دقائق مع النفس نقعد خلينا نصاحب حالنا. يعني كثير مهم انه تلاقينا نحن بالمجتمع، بفهم عليك وبفهم عليها وبحب انا ساعدك وبحب ساعدها، بس للحظه بنسى انه انا كشخص الاولى اني صادق حالي وصاحب حالي واعرف حالي اكثر ما اعرف الاخر، فبهالخمس دقائق لما بقعد وبقعد بحلل هالنفسيه اللي عندي او المشاعر اللي انا مرقت فيها بتعاطف مع حالي وبقول هالشخص هذا والله عمل اللي بيقدر عليه، والله عمل اللي بيحسن يعمله، معلش خليني طبطب عليه، خليني اتعرف عليه، خليني اتعاطف معه. هون لما بصير بتعاطف معه هون بصير بخفف هالمشاعر، مثل لما بدي اقول لك انا مثلا بدك تخففي مشاعر السلبيه عندك كعلاج روحي لعند حدا فضفضي له، نحن بالكلام بنحس حالنا انه مرتاحين، طبعا شخص صادق وصدوق وموثوق نعم. هلا احيانا هذا الشخص اللي انا عم فضفض له نحن بنقول له العلاقات الداعمه، هذا الشخص اللي نحن عم فضفض له احيانا بنخاف عليه، يعني بتروحي مثلا بتقولي ابي انا مثلا فضفض له او امي او صديقتي او اخي، ولكن بلحظه من اللحظات بتلاقي انك انت شيلتي همك، حملتي مو ناقصه تماما، بتقولي لا ما رح حاكي. فانا هون بقول اذا قادر انت تلجا لمختص افضل، لانه هذا المختص حيسمعك حيعطيك التحليل الصح وحياخذ الامور بمواقف غير شخصيه، ما رح يحمل همك وبعدين يقول لك انه انا حامل همك ترى شو صار معك مثل ابوك او امك او حدا قريب لك. فالفضفضه تعمل لي تفريغ للمشاعر، لانه نحن يعني بنحب الاجتماعيات وبنحب نحكي، بنحب يكون في عندنا علاقات اجتماعيه حلوه، فالفضفضه كثير حلوه. اذا ما احسنت فضفضت ما في صديق، ما عندي قدره اني انا اروح لمختص وهي جلسات الطويله، فكثير حلو اني اروح على شيء اسمه الكتابه العلاجيه. يعني كتابة العلاجية اني انا امسك ورقة وقلم، طبعا حد اللي في عالم ما بحبوا يمسكوا ورقة وقلم، حنقول عنهم شيء، امسك ورقة وقلم وخلي قلبي يكتب شو من كان بالعامية بالفصحى اي فكرة احكي فيها، عود حالي هالعادة اني امسك القلم قبل ما انام خمس دقائق او عشر دقائق، او انا فترة راحتي امسك هالقلم والورقة اقعد شخبر واقعد اكتب كلمات شو ما بيخطر براسي اكتبها، بس بحيث انه اكتب اي شيء بدون رقيب كانه انت قاعد لحالك ما حدا شايفك ابدا. هتقولي لي هذا الموضوع ممكن حدا يقرا، انا اجتني استشاره قالت لي انا لما كتبت فانا نسيته على الطاوله فاجا حدا من اقاربها قراه فكانت مشكله كثير كبيره. معنا بمشكله اكبر هون تمام، صار عندها مشاعر كبت، صار عندها مشاعر يعني عنف من اهلها، عنف حسب الكتابه اللي كتبتها. فهون انا بقول اذا كتبتي دغري مباشره خبيها شوي، خبيها بقرنه او اكتبيها، خدي مجال ساعه، خليها بايدك مجال ساعه وروحي قريها مره ثانيه، بس قريها بلحظه انه كانك عم تقري حدا كاتب هذا الشيء مو انت، يعني انت اللي مو كاتبتي، انت قريها كانه حدا تاني كاتبها. طب انا ما بحب اكتب شو بعمل؟ طبعا بالاخير شقيه وكبيه لانه اكيد ما بدنا ما ماسك على حدا، خاصه اذا عم بفضفض كل شيء داخله. في الفويس ريكورد انه انا سجل موبايلي، حتى اذا بدي اكتب عواد ما اكتب ورقه وقلم اكتب على موبايلي اكتب على لابتوبي في كلمه سر صعب كثير، تمام اكيد ما حدا حيفوت لهذا الموضوع للموبايل، صعب كثير يفوتوا وينبشوا بموبايلك ويعملوا وبعدين احذفي. طب انا ما بدي اكتب، مو بحب اصلا اعبر بالكتابه، فويس ريكورد احكي على الشيء اللي انت كثير مضايقك او انت ليش هلا انت مودك، انت ما لك عرفانه ليش هيك مودك، احكي عنه بالفويس وتركيه ساعه او لثاني يوم، ثاني يوم اسمعيه مره واحده بس واسمعيه بمنطلق انك انت عم تسمعي شخص ثاني عم بيشتكي لك موقف من المواقف عم بيشتكي حياته، وبعدين امسحي لانه انا ما بدي يكون دائما عم بيذكرني باحزاني ودائما عم بيذكرني بالامي، لا انا بسمعه مره واحده وكانه هذا الشخص بده حل او بده يفضفض، فانا لما بسمعه بطريقه انه انا شخص اخر فصير بعذر هذا الشخص اللي هو انا، بصير بقدر هذا الشخص اللي نحن ما عنا تقدير لذاتنا اللي هو انا، بصير بعمل في احترام لهذا الشخص اللي هو انا اللي عم بحكي،
فكتير مهم نعمل هذا الشيء. هذا الشيء من الجانب النفسي، أما من الجانب الجسدي فهو الأسهل وأنا كتير بدعو له. المشاعر السلبية وين بتتكون أو بتتخزن؟ بتتخزن بمنطقة البطن. هذا البطن بيخزن المشاعر السلبية كتير وبيضرب. في عنا أمراض كتير بتصير منها السكري، منا قرحة دم عادية، من القولون العصبي اللي نحن معظم الشعب معظم الشعب موجود تماما. فهي عبارة عن مشاعر سلبية مكبوتة هي عم تتخزن بمنطقة المعدة. فالشيء اللي نحن بنقوله كطب بنقول انه روحي خلي هاي المنطقة تهتز لحتى تفرغي هالطاقة السلبية. شو يعني؟ يعني رياضة، رياضة بطن، رقص الزومبا، أي شيء ممكن، أي شيء ممكن يهز هذا البطن يعمل له اهتزازات، إما رياضة أو ممكن يكون رقص. كمان ممكن يكون إما بكاء أو قهقهة ضحك، والاثنين بيعملوا اهتزازات بالبطن. هلا قلتي لي أنا ما بقدر أضحك، روحي ابكي، سكري بابا على حالك، ولكن شرط تبكي ببكاء اللي نحن بنقول منهنفين، عم تبكي بنهنفة، عم تبكي بصوت عالي كبير لحتى يصير في اهتزازات بالبطن. لما ببكي او لما بضحك وبيهتز البطن تبعي بكهكهة معينة، فانا هون بفرز هرمونات نفسها اللي بتفرزها بالضحك، نفسها اللي بتفرزها بالبكاء سبحان الله لحتى تريحني، اللي هي هرمونات السعادة الاندروفين والدوبامين. الدوبامين لما بضحك، الاندروفين اللي بيطبطب لي على الالم، الاندروفين المخدر الرباني اللي رب العالمين خلقنا اياه. فلما بتلاقي حالك عم تبكي بصوت عالي او عم تضحكي بصوت عالي، فسبحان الله بتلاقي حالك ارتحتي. فهذا لا تحرمي حالك منه، هذا خليني اقول علاج رباني مجاني رب العالمين عاطيك اياه، اما الضحك او البكاء. ولكن برجع بقول الضحك عالي والبكاء عالي، كل ما كان عالي كل ما كان تفريغ اكبر. حتقولي لي حيقولوا عني مجنونه، غرفتك سكري بابك وبلشي طلعي هذا الشيء. ممكن اول شيء تحسي انه هذا الموضوع، انا اسفه بهالكلام، سخيف شوي، ولكن لما بتعدي مع حالك وما حدا شايفك وعم تعملي هذا الشيء وحسيتي براحه، هتعيدي مرارا وتكرارا، لانه هذا هو اللي عم يخليكي تشعري براحه، تشعري بعدم مشاعر سلبيه وبانك انت فعلا شوي سعيده، يعني حتى تكملي يومك بشويه هدوء. طيب دكتوره سريعا، شو رايك بالاشخاص اللي بيهربوا اليوم من مشاعرهم، من الواقع اللي هنن فيه بالنوم، وشو اللي بيخليهم اليوم ما يعبروا عن هي المشاعر او يكبتوا؟ هلا هن عم بيروحوا على النوم قصدك؟ يعني عم بيناموا كثير؟ ما قلت لك تماما اكيد، هو هذا مؤشر، قلت لك يا انا هذا مؤشر اني انا مارق بمشاعر سلبيه مكبوته، اني انا عندي اضطرابات نوم، انا بهرب بالنوم او انا بهرب بالاكل، فهون انا مؤشر. فانا باخذ لحظه اني انا يا بقعد مع نفسي وبعرف بحلل المشاعر النفسيه تبعي وين خلقت ومن وين خلقت وشو منشأها، واذا كانت صعبه بالطفوله مثلا كانت عندي، ونحن عندنا الفوبيات ما اكثرها، فمن وين نشأت الفوبيا؟ الفوبيا نشأت من المشاعر المكبوته، فجاه انا خفت من المي. ليش انا خفت من المي مثلا؟ لاني انا مرقت بمشاعر او بموقف مخيف بالمي او مخيف بحشره معينه، فهون انا لازم اخذ اما اروح لمختص اذا انا قادر، او اني انا استرجع ليش انا عم خاف، ليش انا هالمشاعر عم بحس فيها، وبلش استرجع خطوه خطوه لورا وين خلقت هالمشاعر. لما بسال حالي هالاسئله بتلاقي سبحان الله العقل اللاواعي عم بيخدمك بهالموضوع، عم بتعرفي انه انا حسيت حالي مودي تغير لما شفت واحد مثلا كب المي. طب انا ليه عم خاف من المي؟ هي ما بتعرف حالها انه مثلا عم تخاف من المي، انا ليه عم خاف من كب المي؟ فبتروح بتسترجع الذاكره بالعقل اللاواعي اني اعرف انا ليش فعلا عندي فوبيا من المي. يا مختص ممكن يساعدها، يا اما هي ممكن تسترجع المشاعر وذكريات المشاعر اللي هي فيها. دكتوره بدنا نشكر حضورك لليوم، ويعني اليوم نصائح جدا مهمه، وبلاكس موضوع جدا مهم، يعني نحن بحاجه لنتعرف على هي الثقافه الجميله. شكرا لحضرتك، ودائما بنقول الصحه النفسيه لكل حدا رافقنا بصباحنا لليوم. شكرا لك دكتوره، وبقيه نهار حلو لك. يسعد صباحك.